متابعينا الكرام في كل مكان، متابعي موقع وجه مصر. زي ما حضراتكم شايفين يعني احنا موجودين هنا بإمبابة عند الحاجة عزيزة النهاردة، يعني الفنان اسماعيل الليسي يعني زي ما حضراتكم شايفين هيخرج النهاردة طعام من عند الحاجة عزيزة وهيفرقه على الغلابة على روح المرحوم دادا اسماعيل الليسي، يعني نجله اللي رحل عن عالمنا وهو عنده 9 أعوام، ورحل بعد أن سقط من الدور العاشر، وكان يعني معروف عنه ضحكته ومعروف عنه يعني هزاره، وكمان كان معروف بفيديوهاته على التيك توك ورحمته كمان للحيوانات. زي ما حضراتكم شايفين احنا النهارده موجودين عند الحاجة عزيزة علشان نرصد حضراتكم يعني هنا اليوم الفنان اسماعيل الليسي يعني بيطعم الطعام على روح الطفل الصغير نجله يعني ضاغط. زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام يعني هنا بيتم الان تجهيز الطعام على روح يعني ضاضة اسماعيل ياسين. النهارده الطعام يعني طالع على روح المرحوم دادا اسماعيل ياسين اسماعيل ليس ان شاء الله باذن الله كده احنا عاملين 4000 وجبه 4000 وجبه على روحه، وربنا يتقبل ان شاء الله وربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب ويصبر ابوه وامه، وان شاء الله باذن الله باذن واحد احد هو اللي هياخد بايديهم للجنه، وده رايح شهيد وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه بدعوات من الناس كتير قوي واحنا من ضمنهم، ربنا يرحمه ويتقبل كل اللي احنا بنعمله ويجعله في ميزان حسناته ان شاء الله يا رب. متابعينا الكرام في كل مكان متابعي وجه مصر، يعني زي ما حضراتكم شايفين احنا الان هنا على النهارده الاكل على روح دودة. على روح دودة طبعا كل حاجه النهارده يعني تعبنا وشوف لنا كل حاجه على روح دودة، لان دي اقل حاجه واقدمها للاستاذ اسماعيل، لان الاستاذ اسماعيل معانا في الجمعيه ما تاخرش علينا، معانا جواز الاهتمام ينزل يعمل افراح مجانا ما ياخدش منه حاجه. عاملين النهارده الاكلات اللي دودة كان بيحبها. كان بيحبها، هو كان دايما بيحب الحواوشي، اللهم لك الحمد، احنا النهارده عاملين له حواوشي ومكرونه و الحمد لله بنعمل بس الغدا وعشاء بنشتغل لحد بالليل، اللهم لك الحمد، احنا تقريبا خلصنا غدا كان يشتغل لحد بالليل، سندوتشات اي حاجه اي حاجه موجوده، جبنه حواوشي بتاع دوت فضل ربنا علينا، شاورما اي حاجه، عدس فول شغالين الحمد لله رب العالمين. اخر مره بتقولي ان انت مصره على الحواوشي عشان هو كان بيحب الحواوشي، كان بيحب الاكل الاطفال حواوشي. قولي ايه للفنان اسماعيل؟ لا بقول ربنا يسبر قلبك وكلنا يعني كلنا ابنك، ده مش ابنك لوحدك، لا ابننا كلنا.
اول مره اخر مره شفت ده دايما حوالي شهر ونص كده شفته هناك يعني عندنا هناك نكمل بره تابعينا الكرام. بعدين سنوبر كان بعدين سنوبر كان يا حاج خلاص خير يا عم محمود عم عم